إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر كوحو كبلا ما يا كتاب العربية بين يديك جزء صدحات حاشد بقوليو أفري السقاشا. ومن هذا المثال تصارها عن صور شيقني عمر كصاب صراء ترى واحد كأركيسة أو كجران كرتا كيف سيدا عن المسلمين ضد كمسلمين تيه كانوا أيها الناس يطبقون رقار كل رقمة المساواة سنا شهد ضد كحديث يا الله مرها دي عمر وليه أنا جا إجا قوسو أشي قاضي يقول فو وهل هناك هل كان يجرى الدنيا دوردن أروع واحد كلا ياب بدن أو كون أحسن من أن يتعلم إنه كجبتي أو كحن وصول خدم قضي عمر وعمر لشيء شيء يسير يل أو فعله وسميه إنه آد قدم قضي أو أولي رؤساء ورفتين مارتي إنه آد قبتون كيري يعني أشي قاضي يقول فوق موح كوانا يسان أو كلا يا بدن باكرة فيسترضي أدبنا أرهالي قري عمر الرجل نكي ويدعوه وقباقي أما أوي يا ريبا إلى القصاص إنه كقوصته منه عمر إنه كقوصته أشي إنتو قاطة قلوفته وهذا ثم يؤنبه عنانت عمر نفسه نفتيسة هذا تأنيب عنانت إنت لك خشية من الله تعالى من الله تعالى سوء لها كبغاني أو ليه إلهي ما أنت قيامة محاك كورا نونتا من ظلمي كل عبا كوسو أشيرته دي ظلمي قيبو كل حيق لقبو النوات سيد من أول بات قلوفتي يبنى خطاب سوء إسلاح ذاتك كالأرنحين وهذا كان أبو بكر وي في خطبته وكه الله يخطب ديسي عندما مركي ولي اللودي بي ولي مركو قبتي الخلافة بقرتي المسلمين مركو قبتي يقول وحلي يهي أيها الناس ضد يهو إني أنيقا وليت والله إيه دورتي عليكم إذيك على إيدين دورتي دورتي مضحب على إيقا كين ديكي والله إيه كين حل ساري ولست بخيركم كيدين كوانا يسنن مئهي والله إيه قرتيوني كيدين كو خير بدن مئهي كيدين كو خير بدن نو أها أيو سيقول إيه وتحقيق المساواة حضب واو تحقيق المساواة يعني هرقلين تأيير رمينتا لغرون شيغو سنانشها بين الناس تدك الحديثة عند التقاضي مرك قرصور كلا إسولتها قرصوره وحكومة على درجة واحدة هير كريدو اللو تاقيهي لا فرق وحكو كلا دواني جرين أيكو كلا دواني بين كبيرهم كوين وصغيرهم كير ولا بين المسلم حتى كمسلم كير وغيره كالمسلم كأهين ونذكر لذلك مثالين وحلوة تحقيق المساواة وعكم إذا يعني السيد المسلمين تؤهر قريين سناشها تحقيق المساواة يدول الرميي أورون لقد قي سناشها تتكت الحياة بين الناس تتكت الحياة هل كي لأهر قري عند التقاضي مركي قرصورة إسرالتقان ضد أي محكمة إسرالتقان أي ضودي أي فرنتو على درجة واحدة dadkii oo heer quraa isku mid hoos siman say muslimiintu hirgeliyeen oo la farqa aanay jirin kala duwanaansho iyo kala sarreyn bayna kabiir ka weyn weyda waxa looga jeedaa midna in magac leh maamuus leh mansab haya iyo wasaqir mid yar iyo xataa daad ugu dheega midnaba looguma kala duwana wala bayna muslim wa gairi qofka muslimki ka kale ma kala duwana ilaan waa dal shacabii muslimi shacab kale oo ku noolaan kara dalka islaamka iyagoo muwaadiniina marka makala duwana wanaadkur waa sheegi doonaa lidaalika sinaasha waxaan u sheegaynaa mithaleen laba tusaale ayaan soo qaadanaynaa awaluhuma laba tusaale mid waxa weeye jaa rajulun nim baa yimid ila umar buu yimid yashku wuxuu ninkaasi ka cabanaya
علي علي بن أبي طالب رضي الله عنهما لو غير رأيك علي وكصعودنين. فقال عمر عمر بن قوم مستاق يا أبا الحسن حسن أبيه ومستاق وعمر وعلي بن أبي طالب الشيعية فجلس فريسو مع خصمك منك إسحاق ستان مارتي قرتوا ذكر دحيس قرب كيس فريسو. فقام عمر فقام علي باكعي متألما يسوق كجبتي أو كذا قضي هذا الكي عمر كويل وجلس وح فريستي مع خصمه كي أيس هايستين أي دودي يبو قرا فريستي أو ميل با فريستان دتك دودي يا كسرونه ميل بلي هاي مرخاتي هذا ميل بيشوعان هل كي أي فريستين يين لبده دودي بوأك فريستي وتكلم على لبده دودي بوه هل دهناني ولا بدودي يسيبو شركتي ثم حكمه وحكله حكمي بينهما علي نكي كله عمر وعمر باكل حكمي وخرج الرجل نكي باب حي نكي كله علي سيستان باب حي فالتفت هو الضيم وضوح آغي عمر وعمر إلى علي علي بحقيسي آغي وقال له حكيري ما لك محاك قدعي قد تغير أولاد دور صومي وجهك وجهك عليو محو وجهك يسوب الدلاك قدعي حين أمرتك مركانك أمري بالجلوس إلى فريستو مع خصمك أنك أتحسنتين الأك فريستي قرب كيسا فريستو اسبدل با وجهك كم قدعي محاد وجهك واحد دوري كقول عيب محوها هل كريهت مو شيئا موحبات معضي واحد كعروتي أوت كحماتي أوت شراء أي دعي قالوا نعم ها وعن كحماتي باتشراء وعن كعروتي ووجهك يسلب الدري ومحا وحاسي فقد كان نيتني فقد كان نيتني واحد يقول يدي كنية دايدا كنية وحويان يا أبا الحسن كوني على هذا مركل هيب الأبي أما أم الحسن حسن هو يدي وكونيو مقاعدة يعني عربات صدق هذا وقعد سمان اسم يلقب يكون يقابته كوني دويان وعدوتي حسن أبيه بحضرة خصمي ميل وتشوجو من كيانو سهي سني سو ما يشوف فديا يا دكتور يا أبا الحسن حسن أبيه والتقنيته إن قفك كوني الله غير كوني أف عربي حقيقة ضرب واقعي من التكريم شرفتك كمذا قفك إلى عرب ويران يعني كيضل إلى أبا هبل وقيب كمذا شرفتك مركلا إيغو مارتي حق عرب تدقن كيد قلت وحن إلي قم استاك يا علي علي قلت عفوا هلا قلت بلا هلا قلت هلا قلت محادو ونويدي قم استاك يا علي علي فاجلس مع خصمك قرب فريسك هذا سيستان ميال عليو يقول تلي هذا ما قاعد يقول يدي محاضر تلي أبو الحسن أبو الحسن كازوح موشنا يا شرف قارئ هذا السين سيعني نيك يا رسول سيدنا هو مغلية يعني كلمة ده هذا يقول تلي يا أبو الحسن سيادة أنيك يا مدنان أي إيه رسا ترى تلي علي يبكو في عند بوري فقبله واحد كذي عمر عمر بعض كذي علي بين عينيه هل كلام هذا نظر حيسا أيو كذي كذي أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني واحد من مودي على عروتي اسمه حلي هي هير كيجا وادي جسر يسيسي ورد يا أبو الحسن تمام يا هينه يا علي إن تهربه مركها تاسي واقر صورك يعني يا عدالة دي سنان شها إسلام قد أحد يسيالة توي إما أنت للا يحي يا مركي لو أنا مسلمين تيجي لي هنا أركيو أسيء بابين الأركو دبعتك أحد دلتنا واتال أركيو يسلع كده شيء عدول بالجيس وجاري ثانيهما تصالح لبادوح وي ما فعله عمر عمر روح يروي عمر باسمي من القصاص وحو ارغوي او قصاص من ولد عمرو بن عاص نكي لو جير انكيس بو كسمي وكان وحو اها ابوه ان كان ليرهدو ان عمرو بن عاص ابيه عمرو بن عاص اي امير مصر تلكن مصر ليرا وانا كي فرتي اي قبضه اسلامك غارسيي اسغار مركا امير كا اها بقور كا وبين المصري يعني كلام مصري أو ضدك مصر أول شيء الذي كازو اشتكاه وقصة عوضي عمرو بن عاص إنكيسي وعمر مركا أمير يهي أمير مصر ويهي أي إنكيس إن عم إن عمرو بن عاص أيوة قصة عوضي إنك الأخير مصرة أو ضدك مشتك لا وحتى أنا هين ضدك مسلم كان مركا أنا هين ثم تانيبه مركو أولي أو أرجوينا
وعنانتي لعمر العمر لفتي سبكو عنانتي ما إنن كي عمر بو عنانتي محوق عنانتي إذ سبوتو هاي هاي اعتداء قردر روحة سميهي ابنه إنن كيسا قردر سميهي أذيقو أمير أمير كي قبل كا سيدا إنن كاو قردر روحة سميهي معتمدا وحو كتيرسي هبول قردر روحة داسي وحو كتيرسي هاي oo isku halayray dabar ka saaray ala suldaani abihi maamulka iyo madaxnimada abihi hadoon abi madaxdan ahayn gardahadar muusameeyeen buul marka wuxuu ku leeyahay kelimadii mashhuura umar wuxuu ku aanantay kelmadiisi aan baxday eed waliba taqaan buu umar ku aanantay amr ibn aas oo ah yaani waligi ama amirki mantiqada masar oo dhan wuxuu riyaa amr umar mata istaabtu goormada doonsateen الناس ضدك قربة ضدهم خليك تنبول وقد ولدتهم يضوا إلى شيء أمهاتهم هو يكود أحرارا يجوا حر أبا إلى شيء قربة ضدهم يدو خليك تنضدك يدو حد دون تنكي لسان تازوا هاي وهاي كل عيارين قرون نكنا لري عمرو العاص هي نكنا غير مصر تبعنا فرد يكون ترتبين وعايز كوكب سيف فرس كده ريا تبعنا واحد رباحي يعني فرس كان إيه كيجا ديرنا سقوس واحد درباح مركا إيه عمرو العاص بس خذ وأنا من الأكرمين درباح هذا هو لبدي صرفت بطن ما بعيد ليبو سقوط هذا نية تبع إن هل كان أنت اللي جسوك حي مصر أو الكريم مدينة أو قرتي القاضي أو درباح هذا اللي كله قرفتي أقول له بدارت وحكا درباح من بدارت كان درباح ولا عمرو العاص عمرو كله فبول إذا كان أبيه سقوط هلا هنا جاي هذان أبيه مش هين وعمو سمعين dadana rasuul kelmadan aadana ku yiri wariya amr mata istaabtum goorma doomo ka dhigateen anaasta dadka waqad waladatum iyo ay dhashay ummahatum hooyadood ahraaran iyaga xor ah dabadeedna waa garsoor waa ilaa halkii intee loo kala lugeeyaa intee laga salaaga si lugeynayaan hada kaas wal islaam kaas waa islaamka dabta ah ee yadcu dadka ugu baaqaya marka lagu dhaqmayo ilal musaawati sinaansho wal cadaalati garsoor iy ehla aan iyo dulmi laan fil muamala wada dhaqanka dhaxdiisa ee umad markay wada dhaqmayaan waana cid la dulmin waha ulay kuwaasi aan ka sheekeynayna hum iyagu waxay ahaayeen al muslimina muslimiintii weeye oo u tabiquna ku dhaqmaya mabaadi'ahu islaamka xeerarku dhigay ayay sidee ugu dhaqmayaan mukhlisina iyagoo daacad ah oo siisa u fulinaya fa nicma waxa wanaagsan biha fa nicmade فالنعمة وحا كل نعمة بي أو كل راحة يستي بها يعني حرارك مبادئ الإسلام بها أي بمبادئ الإسلام أهل الأرض للك الدونك للك إلهي تتك كل نوال أردن بها كلي باني أو كل نعمة وكبر واقوبي جميعا لما تود مركي لا قد نغمي عدالة الإسلام كرصورك الإسلام ولا لماذا الإسلام من لماذا الإسلام يو ذا شرك الإسلام مركي سيسا لو قد نغمي عالمك دلو دلو مبارو أغنغوتي لا فرق بينهم يجون كل دورين أو كل سرين أو يسكون متأه وإذا اختلفت ألوانهم مدبدو ذهك كل دور هذان مدو يعذان يعصان بحر هذان لكن عدالة بقى السميسي عدالة بقى السكيريسي مني ما كده حيسي ولا مني ما كده حيسي وإذا شرب كده حي وارسنتهم عربدو ذهك كل دور هذان يجون سبأ أفقهين بقى وأوطارهم دلل كودن هك كل دور هذان مسلمين تدعوا حياة عالمي أو ذلك است إسلامكم dawu jooga qaarad kastana uu jooga dadkiisu mid walba uu leeyahay luqad kastana way ku hadlayaan hadana maamul qulay lahayeen maamulkaasi cadaalad iyo sinaansho ayuu ku dhaqayay dhamaan muxuu ahaa ummadaha inta leeg dadna amni iyo deganaansho iyo walaalnimo iyo barwaaqo iyo xoog iyo waxay lahayeen wax aan la qiyaasi karin isticab tan waa in la fahmo macnaha aan ka soo hadlaynay tadriib waxa leeliska koobaad baa calaamada sabab calaamada saxda ku qor أو خطأ مع علامة خلط كقر ثم صحح الخطأ أو هي خلط أدو مركز صح أصواب الحاجة كقرسة هل كان عبد واحد كقرسة صح يا خلط كلبا تقرسه الجمل كمان هو جملوي كي واحد قال إسلام إسلامكو أول من وعد أهريسي قرر الجوامية الدنيا كاني مبدأ المساواة حركة أصلنا شها في العالم الدوينها إسلام كأهري عد كهريسي مشرتو وصحو عد كهريسي مشرتو عد كذا بيني سنة مشرتو dadku hata hadii afka ka yeeraan wax sinaasho ay fulin karaan ma jiraan itniin nafadat way fulisay hay'atul umam al muttahida hay'ad la yiraahdo ummadaha midoobay ama qaramada midoobay waxa la yiraahdo
waxay fulisay kullama qararat wax Allah waxay go'aamisay ee qortay ee min mabaadi'a xeerarka ay qortay ee faraha badan way wada fulisay taa waxba kama jiraan waana soo marnay waxay ka fulisay ma jiro wax ay muraadkooda ku qabsadaan dawladda xoog gale ee sharciga dhistay ee hay'adan sameystay mooyaane rag baa sameystay oo caalamku u sameystay oo caalamkana ku xukumaan u sameystay oo sharciga u sameystay dabeedna waxa ku hirgeliyaan kayagu doonayaan maal walba dantoodu ku jirto ثلاثة التكاليف الشرعية حلالك شرعية أي كم تهي مثلا صلاة هو حل شرعية زكاة هو لمن صنق هو لمن حج هو لمن ويبنيهن خاصة وغار قارة ويؤديها إلي مادان بعض المسلمين غار كم المسلمين تاسوا خلط وعلونا يا التكاليف الشرعية عامة يؤديها جميع المسلمين المسلمين طورتن صلاة قف لغا دافي مجرو سكدة قف حولو لغا دافي مجرو صوم قف كريو لغا دافي مجرو ومدنواد إسلامك وعاكمتها سناشها إسلامك عن قفنا لدافينين وحي شرعيها إسلامك وفري أربعة من صور المساواة وعاكمتها تلمامها إيقظة يتصال ياشا سناشها في الإسلامي إسلامك كد أحترى وعاكمتها تنفيذ الحدود فلنت حرارك حر عقابات يدا على الجميع مدون اللي قفلينيو مثلا haddii ay dhacdo zino qof kastaba xadka waa laga gooniyaa qof magac la iyo ku aan lahayn iyo ku maamusay ku masabay iyo ku yariyay ku weyn iyo midab kasta uu ahaado hadii tuuga dhacdo cid kasta oo tuugriga lagu qabto qof laga dhaafayaa majid yaani xuduuda u tahay islaamka cid lagu midab kala soo ka jira ma jiro qof laga dhaafa iyo qof la saara oo gaar isaga loo saaraya ma jiro waa wax amaamal jamiic dhammaan dadku dhabaa usban حال عقابيدي الإسلام كودي خمسة كانت وحي هانجرين الأمم ومد تاسرم ولا صحيا كانت وحي هانجرين الأمم السابقة ومديه إسلام ككهري تنفذ الحدود وحي كفر إنجر وحي حدي حال عقابيدا على الشريف قفك الشرفت يا مقع عليه يا ماموسك هو يو ضعيف قفك اللي تلا تاسوا غلط كضعيفهم بعض لو حكم إنجري يا كشريف لو حكم إنجري إنسان صامرني ومدي هوري يعني قف ما على أما منصب له أما مسل حتى لو جمع حكومي شرين قف ضعيف قوم بلو حكومي شرين وأنا مسكين كا ستة جاء رجل نباوي مد يشكو عمرة ابن الخطاب يسقو أشكتوني يبوي فضربه بالدرة وشي سي أي خلف توليبة تاسنا وشرتي وأكو كم رجوده ما كده سبعة أوعري مركا أنو هول قليل وسرع أنظر كأنو شقيين أنا ضايمان إسلام مركا أنو سكفر نايمان ما إسلام anoo ma masuul aanu maaysan oo hol fara ku jira in badan isku fadhnaa shaqaynaa imaan maaysan qabil ar-rasuul rasuulku oo ogolaaday safaacada usama ibn zayd uu aqbalay oo gabadhii maxsuumiyada ahayd ee wax haday uu ka ogolaaday taasina waa qalad oo mu ogolaan uu diidi atash ya usama ta tashfa hudan hadan min xuduudilaa buu ku jira uu diidi markuu ka ergeeyay wiil gabadhaasi aan laga dayay xadka uu ka cadooday khudbadna uu qabtay mu ogolaanin ثمانية يظهر في الصلاة صلاة ضوحة كم مغضة مبدأ الحرب كم مغضة من مبادئ المساواة أو كم ذا حركة سناشه وحوق مغضة صف ولا لسود تاجية نير ينوين ين مضحى ين نام مضحى هين نن آن صف يستاجي نمشرو مربى لو ضحرنايا مربى لو ضركوعيا مربى لو ض سلام نقصنايا يعني ضوحة الله صعدا سيسكم ذا أو مارت قف ولبا هل كسو قالوا يستاجية faqir ka yeen ninki maalgalen ka baysan taag ya isku xiga ninki weynay ninki yara ninki magacalaya kiyan lahayn ki madaxdaya ki majaha way siman yihiin midab kasta hal ahaadaan saf line buqulay istaagiyan tisaa taqriiru mabda' al musawaat go'aaminta iyo qoritaanka ee xeerka asinaanshaha fil islaami diinta islaamka dhaxdeeda shamila uu koobay al janibi labada dhinacba uu koobay anadari wal amaliya xaq aragti iyo xaq dhangalinta labada aray nadir wax la yiraahdo marka sheyga loo galay sheygaasi waa sida iyo sida iyo sida ee la ee go'aan laga dhigo ee la qoro xeerka waa nadir oo aragti ahaan oo fikraddi ahaan baa saas leh marka la doonayo amalina waa marka xeerki la fuliyo tan wax la leeyahay qofka waxa waxa islaamku u yaala in gacanta la shaqo haddii ku cadaato waa qoranta waa nadiri amaligu waxa weey marka qof fuxade maxkamadii la keenay ku cadaatay in la gooyo labada dhanba uu ka midaysan waa taa macneedu waa maxay musaawaadkaasi labadaba marka la fulinayo
iyo marka la qorayo labadaba uu yaalaa waxa looga jeedaa marka la qorayo cid laga soo reebaya ma jirto oo labada dadka caynkaasa iyaga la goyn maayo ma taala taas marka hore fikir ahaan loo dhigayo marka dambe ee la fulinayo qofku inkasta haduu madaxweyne yahay madaxweynaha gacanta wala qamuraya ma jirto qof laga dhaafay ma jirto amal iyo nadari labadaba wuu koobay oo cid alla cid ka baxsan oo iyada looga ergeyn karaa ma jirto tadriib taani leyliska labaad waa im isku hagaaji isku habee bayn alcibaaraati hadallada almawjuudati jooga ama ku qoran filqaaimati liiska alif qaybta alifka wamaa yunaasibuha iyaka ku haboon isku hagaaji min alqaaimati ba liiska ba-da liiska ba-du waa lix kan kale ee alifkuna waa lix labo dhanba isugu haboon yihiin labada mid walba labada isku haboon isla doono halkan waxaa qoran alifka cumar ibnu khaaab wadara wadira cumar ibnu khaaab iyo ushi yaa halkaa ku qoran waa yahay marka halkee la soo qaadanayaa arbaca soo qaado dalaba wuxuu codsaday cumar tanfiid alqisaas in qisaasti iyo argoosiga lagu fuliyo fii nafsii naftiisa ayuu weydiistay ninkii ninkii wuxuu kuuri kaalayo waa tan ushi ee ugu dhufo oo iga qisaastii iga gooso labadaasaa isku haboon halkana waa ba tunafadu alqawaaniinu waa lagu fuliyaa xeerarka sharciga ah alcaamati waxaa lagu fuliyaa dadweynaha uun faxasbu oo keliya faxasbu oo keliya laguma fuliyo dadka madaxda ah iyo dadka maalqabeenka ah iyo dadka magaca leh laguma fuliyo halkaasi maxaa hadda ba-daa ku haboon waxaa ku haboon nambarka shanta qabo adduwalul kubra waa dowladihii waaweyne baa saa yeeli jiray qabl alislaami ee diinta islaamka ka horreeyey ee jiri jiray maxay samayn jireen cidda magac leh xeer ciqaabaadka laguma fulin jirin cidda dadka yacni miskiinbaa miskiin la fuulo leh dadka iska caadiga caamada ummadda guud bulshada shacbigun baa lagu fulin jiray jiimka qaba almakhsuumiyatu gabadhii reer makhsuum allatii saraqad ee u xaday waxaad markaa eegtaana ku munaasaba itinin usaama ibnu zayd waa ninkii layidhi orgee nebiga oo waxaad ku tidhaahdaa inantaa maanta ka daal kaasaa lala doonanaya halkana waa maxay daal min suwar almusaawaat waxaa ka mid a tilmaamaha sinaanshaha iyo muuqaalada muujinaya sinaanshaha cinda almuslimiin dadka muslimiinta inay siman yihiin oon qofna qof yacni caaro dheerayn waxaa ka mid a oo lagu garanayaa waxaad soo qaadanaysaa talaata cindamaa waliya abubakr alkhilaafata markuu qabtay maamulka iyo xilka abubakar nebiga dabadii muxuu ku yidhi ayuha annaas dad yahow waa laiinkiin innii wuliitu calaykum walastu bikhayrkum waxaan ahay mid loo doortay inaan idin maamulo idinka kii idinku khayrka badnaana ma ihi haddii aan xaqa waafaqana ay raaca haddii aan xaqa ka qaldamana ay toosiya oo hay raacina buuri haddana xaqa ka leexo halkana maxaa ku qoran ha qabala cumaru cumar baa dhunkaday caliyan cali buu dhunkaday bacdaan xakama markuu isagii ninkii kala xukumay dabadeed baynahu wa bayna khasmi markuu cumar iyo ninkii haysteen uu kala xukumay cumar cali dhunkaday waataynu soo maraynay halkii hadda waa iyo la soo qaadanayaa ta koobaad soo qaado caliyu cali bnu abi aalib cali bnu abi aalib walkhasmu ninkii ay ishaysteen ee ay garta isu lahaayeen labadaasaa isku haboon kolkaa halkana wowga u fiirso wuliitu calaykum wuliitu calaykum anaa lay waa layikiin doortay walastu bikhayrukum ka idinku khayr badanna ma ihi waa maxay taasi waa taa horaynu nidhi min suwar almusaawaati cinda almuslimiin taa waynu bedelayna daalka soo mahayn ta abubakar baynu gaarsiiyey halkaa geynay taasi waxay raacaysaa alsalaatu waalxaju fi lislaam salaada marka lagu jiro dadku waa isku saf keliya waxa isag taagan ninkii madaxda ahaa kii aan madaxda ahayn waxay isag taagan maalqabeenka iyo fakiirka ahaa waxay isag taagan kii yaraa iyo kii weynaa kii cadiya ka madoobaa salaada xajkana waa la mid oo kasii daran mare keliya wada xidhiir cadaana midna wax kale looma ogola mid walba kale u ag taagan yihin way isdhex fadhiyaan way isdhex joogaan markaa eeg maradaa qura ilahay la hortaagan yihin alla qura wada caabudayaan camal walba wada samaynayaan shaqa mid ka duwan ma jiro marka cibaadaday ka muuqataa sinaanshaha islaamka taasi waa min suwari almusaawaat cinda almuslimiin halkaasaa lagu darayaa tan kale u fiirso ilaleh wuliitu calaykum
madax baa la iga keen dhigay walaa ikiin doortay walastu bi khayrukum kaydin ku khayr badan ma ihi halka waxa la doonayta Abu Bakar markuu waxa qoreen raacnayo wa inda ma waliya Abu Bakar al khilafa markuu qabtay maamulka Abu Bakar isti'aab tan waa macnaheedu si guud loo fahmo wa mufradaat wa araya gaara wa tacbiiraat tan waxa weeye waa urus yahal abuur waa urus yahal abuur awalan al isti'aab horta markuu waa fahan guud tadriib واحد ليلسك كوباد وايب اسكوها جاتي بين الفكرة في ألف فكرة دي ثلاثة كوشة ألف كا يو بين الف يو الفكرة فكرة هو تدعى في باء باء الكوشة مركات تنوح ويا فكرة دارك مقارن حقي كلا كوشة هالك كوشة تدعى كوشة تندم أصلا دونه مركات تدعي ما كوما قرنا تدعي كوما قرنا ألف يجيب واحد واجبة أداء تكاليف إن حلالك الدينيد يواجباتك الدينيقة إن لقوتو دون استثناء عز لغا صور ربيا مجرد واجباتك صور ربيا لا حالكو كو يالي فقرة دي الدمونة بالأولي لكاس با عمر وعمر يضلبوه عطسان ايا أن يقتص إنو كآر قوستو المسلمون ننكي مسلم كهاي أوش أو كل رفتي منه عمر تانا هالكي دي هالكا كو قروا حتى فقرة دي هالكاسي كو جرتي فقرة واحد نصوص شيء إن هذا يصير ملك استوى نقطة الانتهاء دب عقود عليه فقرة هاي مركز فقرة يمكن تريه فقرة انتهاء كوشر تهاده مركز تأوصل تري سو ياد هليسا مركز صار نمبر كفقرة انتهاوي جيم يجيب واحد واجب أن تقام أن تقام الحدود حرع قابة دي ده إلا وفريه أو لمريه على غنيه ده كمال كهستي والفقراء اللي بضبة أو من دلقة دافين ثان انتهى بعد ذلك كوكر هيد ده دوحة هذا هو فقرة انتهاء كوكر ذلك كوكر دار الإسلام إسلامك أول من دعا إسلامك وعد وقول يسدي أنت إسلامك كوبا غدي يا دنيا أسود جسك أنتي إلى مبدأ المساواة حركة أسن نانشها إن أمضى تحدد أي سمن طاي أو محبلا سديرين حق حقوق دول اللي اسمي ها الإسلام إسلامك يطبق وحفر جليا المساواة المساواة سنانشها فعلا صف طبعة أو شقة ويحل القبر يلفرني ولا خروا ذلك كرنا الآن مسلمين تأهين انت دكتان حيارك هاسي النانشاء ينفذون واحد فليان قليلا اير ومنها كم حيارك اي مير بيك فليان انت بدل مو فليان بقى. لكن دينت اسلامك هل حيار او قر او لقرب ماري كريان مجرو حيارك استقوية اللو اسي النانشاء مركة اي دعضو سفعلة مركة روو قرين وانسيسي لو فليان مدقر لغم طلاب سنكر يعني سلو قلت لازم ترين دين الإسلام كم أقوى إن لقت لابسوا من كيسه وش كجرب مرة يا كتلابس أنا يسقى وطلع وشيء يسقى ويلا لكن ميو شرع وسامح يا وما يا مو أقوى هذا الشرع هناك واو هناك هل كان وحي يلا ركنا لبت ثير بيا يلا في الإسلام دين الإسلام كلبت ثير أو أركان الإسلام كم يدباشرة أو تظهر وأي كم وقت فيهم على بعض ثير المساواة سنانشوه سفي عنه يغم وقضان وأصلاة الحج وقتين صومرني صلاة دمرك مساكتر صغره قف لي بميش وحق لي ويماد وصهر ريال وصغو استاغو قف لأرني أدو حق دمات هاي مجرون وقمنا شرع ونحة تقوم أقرأ إما قد ذلك سوى جوزو صفق أوه ريسا إنا تقف خلوة بحال دينتو قوم أقرأ لما أقرأ دينتو صلاة حوية الشيك استوء عبادة وما أقول أن أكثر إن أكثر ليس كجوريس، فهل أقولي مركا إلهي ما أقبلنا الشيطان ما أقبل شو أقولي، سويت حوالي هذا دي مكبير أو كويس تحسه، أو قف كل أم مضنان إيه ما قال لنا وتشوجو، أو تها هذا كويس إذا أنا عن إسكبر جب كويس دي، كل كعلاج هذا دي بعد قف خلاه ضرب الله ما أقوله، علاج الله ما ضرب ده قف كه، هل كأنت تقول فين سنة قفنا دوجا بحضر الله ما أقوله، مرة أدعورا كوا أسطورة سيد حد يعلى إدمو إن قف خلاه بحصل الله ما أقوله كل علاج سنسو. هذا كيو قشامك، ويسو كيو قشام، أو ويسا احتاج سعر هذا معها، هذا قفل كده بتاعي هاي، أنا تاني قاعد ضمبين هذا قهر له وما أقوله، شيء كسوء عبادة، وحال الدنيا هذا رفض هذا كورس، حنتي ده أيوه، هيا بقى كده ما أردت تدك أي حسيان، تدك واد كورسين كرتا، واد سين كرتا، واد صدقين كرتا، ما هو حاصلنا، عبادة الحليلة، عندنا لقمة رسيو، هذا أيوم با، حقوله، سادة لاديد، صفقة. هذا حق له مدحوين هذوك دبت هني هاي يقول دبت تكون بعضنا سام صفقة مقل كهرباء تكون بقليه وهي عباده
عباده الهي بقى له تغيا قف لو غبت انا اسلو ساد راديد اك صلاه سفكيده ساسل اسغود خيغا كي مالك لهي كي ان لهين كي مغع لهي كي ان لهين كي مدخ لهي كي ان لهين كي مدبك عداي كي ان لهين كي يرا اي كي وينه واسناشو قف اسغ لسين ان غار اي خير غاري ما جرو حشن هو عنك ومرض عد هل ميل بلو تاغي عاده اسا لو تاغي هي كعبه اسا لو وريغيا سعيغا اسا لو سمينيا وا اسلا شقه قرب لو قمنين تدريب ثاني ليلسك لباد عجيب كجواب باختصار سي كوبن واحد او جوابتا عما يري وحن سو سوده كجواب واحد بكم سنه سبق الاسلام ام سسرو كوري اسلام كو غوري الاخرين امدها كلي في المساواه تناشا inta islaamku cadaalada iyo sinaanshaha umada dhexdeeda ku dhaqay waana umada kale qoonda boqol kumanaan sano ama boqolal sano isla markaa hadana waligina uu ka horeyn doonaa oo ma soo gaarayaan maxaan uu soo gaareen iyaga sinaanshoodu mid daba maaha marnaba isaga sinaanshaha aan islaamka ahayn maba suura galba waxa weeye yaani waxa looga ma suura gal maxaa looga jeedaa si dhameystiran oo isku wada oo xaq ah oo daacadnimo ah looma fuliyo haddii dadka qaar ku sameeyaan qodob ma sameeyaan haddii qodobada ku sameeyaan qodob ku sameeyaan qodob kuma wada sameeyaan marka sidii saaray u fariinin ee waa mid laga qeyl deedo lagu muraatado oo meesha ayu doonayaan ay ka fuliyaan meesha aan la ka fulin itniin udkura amthilatan waxa sheegta tusaalayaal ku saabsan calaamada takaliif sharciyada xilalka sharciga islaamka tusaalayaal ka soo qaad سيسك لي حاجة وكلا قمدا وهي كم مغتس الناسون لماذا استشفع محي اوه يديستين انو ارقى اقره اهل المرأة كبادي رير كود يحك تديدي المخزومية رير مخزومية اهيد بأسامة محي اوه يديستين اهل اقصامو ادوك النبي قوتك ان انت ما انت قعن قوينتها لقد اي محي اوه يديستين وحي اوه يديستين النبي قاتش على اسامي يا بيهي بقى ادوك كتش علي النبي وين وحكام غلا لقيا بايا adugu tago inanta maanta haloo jeer dhaaf oo maanta dib ugu noqon mayse gacantiyan laga goyn wala yaab nabi waxa uu salaatu wasalaam suu'a tashaa hada min xuduud ila yaab hadka astil kiisa islaamka dadku aad balaha wala wasa laga ma ergeen kara gabigiisa wax ma yaani wax ka ergeen karaaba maba jira adduunka ma joog sawtu waa maxay ilaahay baale ilaahay uu tiriyoonaya ma ka deynaa maanta cid allah ay oran kareysa ma jirto qof xaq bin aadan ka laga yirgeeyaa oo qof kale raali gelin kara oo ama magalasiin kara ama u cafi kara haduu xaq ilaahay qofku ku cadaado xeer ilaahay cid kale dhaafaysa ma jirto qofku maanta haday jinadaas ku cadaato oo xuduud ama jeedar ha noqdo ama dhagax lagu dilo ha noqdo labada xaqbo jiraan cid alla cid ka furfuri karaysa ma jirto madaxweynaan cafi karin oo qof baan cafi karin oo cid dhaafi kartaa ma jirto oo waa maxkamad ma dhaafi karto garsoor ma dhaafi karo haday cadaato in cadaato adag haddii saacadaato wa khalas wa hadkaas ma soo noqonay qofka haday tuugada ku cadaato in badan ba cadaataa tuugada iyo haday ku cadaato maxkamad ka cadaataa sharci ah islaami ah gacanta goynteeda cid allaala cid ka horjoogsan kareysa sinaba looma dhaafka sinaba looma dhaafka hal qabila rasuulu sallallahu alayhi wa sallam rasuulku miyuu ogolaaday kalaam uu saamata miyuu aqbalay markuu maanta ergaan ahay maya uu la yaabay walla yaab faadma bint maxamed haday tahay buur ayaan goyn laha khamsa maada qala rasuulullaah usama usama wuxuu ku atashu hadan min xuduudillaah ma waxa erga uga socota maanta xad ilaahay leeyahay xuduud ilaahay kamida ma saasa u socotaa buu ku hadalaysi ba kamidahay sita limada annaba muxuu canaantay umar muxuu canaantay ibn khattab nafsuhu naftiisa kathiran in farabadan muxuu canaantay markuu ninkii u shaqo dhuftay ee wuri waa mashquul ana mashquula baad mashquulinaysa ayuu aad naftiisa u canaantay sabca mal khata muxuu ahaa gafki aladii gafka kariha uu nacay caliyun cali uu nacay fii qowli cumar ee ku jira hadalka cumar markuu yidhi maxay qum istaag yaa abal xasan abal xasanow fajlis fadhiiso maca khasmika ninkan aad ishaysaan ee aad gartooda ka dhaxaysa garab fadhiiso markuu yidhi wuu isbedelay wejiga cumare cali wejiga cali baa isbedelay muxuu ka carooday hadalku ka carooday muxuu ahaa gafka dhacay muxuu ahaa wuxuu ku yidhi kunyadan aad igu yeedheed abal xasana karaama ku jirta dhaqanka carabeed marka la eego
waxaan anag joogaa ee nin aanu sahayno marka waxa uu qaadanaya ninkan aanu sahayna inaad door bidayso ama ay danaynayso ama aqtaada qiimo gaar ah aan ku leeyahay inaad iyo Cali u tiraahdo ahayd buur iyo Abal Xasan kaasi kordaan nin sahayno ninkina maqlayo meesha kuma jirin buur saas ahay limada annaba Umar ibn Khattab Umar muxuu canaantay aad ugu canaantay Amr ibn Aas ninkii loo oran jiray wamaada qaal lahu muxuu ku yiri markay inankii isqabseen Amr ibn Aas iyo inankii kale ee reer Masar ayuu aad u canaantay muxuu ahaa Umar ninkii loo oran jiray Amr ibn Aas oo uu ku yiri ya Amr mata istacbadtum nas waqad waladtum ummahatum ahraran goor ma dadka adoonsateen iyagu hooyooyinkoodna ay xornimo ku dhaleen ثانياً المفردات والتعبيرات إما كان هو أريق غار غار إيه عرس إيه حال أبور الله سمعين إيه الله أبدا ماشيين لقسم إيه لدون إيه تدريب واحد ليلة كوبات الكلمات أريضة الكلمات أريضة التي كلمتها تحتها خط وحريق كوص قرينيهي تموع واج كلمتها شمع وردت وحا كوصو أرورين في النفس هذا الكائن صومرني أي كوصو أرورين أي ما أي كوشرين دائرة وقت بقر مفرد كل مد كست مفرد كيسة أو منها أريضة كاملة على الفراغ في الفراغ ماشى بنان قر واحد قلوا فرسو كل بلدي كل من أوطان المسلمين هو بلدي أنا جوا وطن كي جبوكور مركا أوطان بحرق الهوس لجوا وانا تجمع أوطان قوات دلك مسلمين تأردن يا قاردها الدنيا دكوي هلا هلك هذا مفرد كيسة ماشى بنان قري واحد هذا مركا كل وطن دلك است وطن دلك است ومن أوطان المسلمين كم إذا دلالك المسلمين تدقينهين هو دلالك بلدي ووطن كيجي هذا جنسية المسلمين عقيدته بلده جنسية المسلم عقيدته قفك مسلم كيه دلال شديسه وحويا إيمان كيسي عقيدية وأنا مسلم هذو إلى هذو دلالك ستول ليه حي ومسلمين تدقينهين وقارتها الدنك ورن كم إذا وهو مسلم جنسيته وقادنه هو عقيدية سادة لادين لما أرنا إيوه halkii uu dhalay taadir ila dalka soo islaam oo uu dhashay qof markii sharci islaamiga jiray khilaaf islaamiga jirto dalka soo islaam huwa dalkiisi ila aqeedada ay jinsiyadisu ahay taas waa qodob waxa markaa ku xiga itniin yudabiqu almuslimu wuu ku dhaqmaa qofka muslimka ahay kullaba halka lagu qoray min arkaan alislam kamida tirarka islaamka alkhamsati ashanta abaalka ku qoran hadoo xariiq baa la dhigay arkaan أركان ده حريق الله هوسجي مفرد كذا ماشى بنان كبيح بالقول أو عدل هذا يطبق وحقوق رقمية المسلم قف كمسلم كي كل الركن تير كستا أو من أركان الإسلام كم إذا تيرك إسلامك الخمسة عشان تأه مت كستا وحقوق رقمية هذه شهادة تهاي هذه صلاة تهاي هذه صوم تهاي هذه حج تهاي وحقوق رقمية هذه زكاة تهاي ثلاثة رقم حقوق قرن يقف المسلمون مسلمين توحى يستعجان في الصلاة الصلاة دحديدا صفوفا لين لين بيسو تاغان بعد دبا هلكا لوو قوراي لبا ميلود با بنان حدبا حريق با ميش كو قورن خط وادركيسا اريغو كوس قوراي وا مخاي وا صفوفا اريغا مفردكيسا لبدا ميلود بنان كو بوخي او ما حدا دا يقيف المسلمون في الصلاة الصلاة دحديدا وحي استاغان صفوفا صفوف بي استاغان صفا بعد صف صف صفو كتنبيا اك او لين كسبا لين با كتنبيا صفا بعد صف لبدا اريبان كاينو غرين اربعه لا يشفع المؤمن قفكم مؤمنك كما يرغغلو في با لاغوري من حدود الله حدود الله كميدا ميل بنان با جيرتا حدود با لاغو قوراي هلكا حدودا مفردكيدا هلكا بنان غري مرغاسو معنوس بوخنيا وعد لا يشفع المؤمن قف مؤمنك كما يرغغلو في حد حد كما يرغيو يا خير عقابيد من حدود الله خير عقابيد الله كميدا هل لغا داي اما هل لغا سامح ما يلاهدو way wuxuu og yahay inaan laba aan ergaba laga gali karin lama saabixin karin ba ayuu yaqaanaba khamsa undur eg ila hadhihi alalwan midabadan bal eg ayun minha keeba ajmal ugu qorob ugu qurux badan baa lagu yiri eemaga halka xariiq la dhigay alalwan baa la hoos eeg waana jamac mufradkeeda halka banaan gali undur eg ila hadhihi alalwan midabadan eg ayu lawnin midab keeba oo min haamida bada kamida halka ku sawiran ayaa ajmal ugu qurux badan baad badan lagu yiri marka halka ku buux baa lagu leeyay mufradka sita kaanad waxay ahayd
الحرارة هير كلكو اليوم مانتا عشر درجات وحوها ثمان درجة أيو قاري حتى ب هالكلا لقى حريقة درجات بالله هاستجي مفرق كده ماشي بنام كبوح أو عطلة هذا كانت درجة الحرارة كانت درجة الحرارة وحها هير كلكا هالكو قاري عشر درجات مو قاري خديجة تبارك القرآن المؤمنين هي أولى أمهات المؤمنين وأمهات المؤمنين كأحاسسك النبي تيوه الرئيس بأهيد النبي هو القرسي عليه الصلاة والسلام هالكلا لقى حريقة أمهات بارا لقى مفرد كده ميشة بنان قلي أمهات نسا خديجة خديجة أم المؤمنين ومؤمنين تهو يدو حرماء يا مارت وينين يقدرين بقى إنه هو حاسكي رسولك صلى الله عليه وسلم عليه هي يدو أولى أمهات المؤمنين يدان أوه الرئيسي والنبي أوه القرسي عليه الصلاة والسلام حالك ما حقوق قرن الإسلامية خير الأمم أمضاها يدا أوه ونأكسن التي خرجت للناس أمضاها الله صار أمضاها إن أنفعان هذا بقى الأمم حالك صح ريقه هو سيئ الله وانا اتشمع الأمم مفرد كده ميشة بنان قلي وحتى الأمة الإسلامية أمضا إسلامك خير يدا أوه في عن خير الأمم يدا أمضاها الله يدا أوه ونأكسن التي خرجت للناس تدخل الله صار تدريب ثاني لايرس كلابات وائم اسكو هاجاجي بين الكلمات اريدا في القائمة الف ليس يتحنها الف كوكوس قرن يوم يناسبها كوكو هبون كو قرن في القائمة باء ليس كبعض كوكوس قرن وضع واحد دكتا العبارات هذا لدى في جمل جملو ينقدر مفيدة فائدة سمعنا في جيم قيت جيم اسكو جي بدو فيرسو هل كان محاق قرن القائمة الف باكو قرن هل كان محاق قرن القائمة باء ليس الف يليس كباء هل كان محاق قرن جيم العبارات هل كل قرية بناويا مبدأ واحد مبدأ بالك كقرن وأري أري جاوا حلا ضونا نساء أري كقرن أفرزو هل كحاد أيك حالة ما ها قرن المساواة تلاحظ هذا مبدأ المساواة حركة سنان سهدة أو طال ضونا دعاء تنين ما ها قرن دعاء كوا كباقية ما ها كان لوجين يا دعاء ضاد أيك دعاء المبادي كوا حركة كل واقية إمان تدويه كتيرة هل كحال ضونا ثلاث هيئة بهالك قرن هيئة محل الله دوننا يا هيئة ال وحل الله دوننا يا هالك هذا كقرن هيئة الأمم وهي أدا قرمة مدوبي حركة لكتي أنت بدن آفل إن كم ولا تقوم مستطع أنت يجو دوني أنك فلية أربعة هالكلام المجتمع ولا قرن برشدة قرن يا أمضى وحل الله دوننا يا هالك هي أدا كطال الإسلامية مجتمع إسلامي جي برشدة إسلام هكذا ما حكوا قرن شنطة دفع باكو قرن دفع زايد ايك دفع الظلم إن قردنا اللي سورت هاكو ظلم على الظلمية هكذا ما حكوا قرن ستة التكاليف حلالك أيها الكاكو قرن دالك أوفرسو الشرعية حلالك الشرعي وضدك يعني فرق إساس صلاة إساس كده إساس صونك إساس حاجك ووحد ضدك وسميهين ومن دي ما كان مغطو ونقفنا يستناشو قفنا اللي قد دافين وحقولوا دونا سبع ودونا وحضر دونا تبادا دونا استثنائن عد الله عد لقصه الربية مجرتو يعني تكاليف الشرعية هي عد يدو سيقار لوغر ربية مجرتو وحي موشين إذا سنان شاه إسلامكو أمضى أوسمي وحقولوا تسعة يوم بالكا قورن ووقد لدونا يوم القيامة ما أنت قيامها قيب تبادا وايهي عشر أهل بالكا قورن أهل مركا وامحي ألف خلاضون أهل الأرض لوك كنول وحدتك لوك كنول أردن ومهاي هاي يعني إسلامك عدالة دي سوى حكون معه كبر واقعيد أمان الدنيا ده أي حكومة الدنيا قارضة هون إسلام هو قاري مركي عدالة ده لهير قلي سناشها لسمي ولا لماذا سهير كشيء وح مارتي وحير قلي مهاي برواقع الدنيا كون قاري إنت إسلام حكومي هذا هو كله هاي لبا أول بصوي سوينان كينين جملة أدوى الله هذا كدر ست عبير كل شيء جاء صباحه تبعنا قريبتا جيم كا كقر مر كأدوى جملة ده تبعنا تعبير بصباحه هل أبور أدوى الله هذا تدريب ثالث لا يرسك صدحات هاتي كان من النص نسك عن صومرني أما هذا الكي عن صومرني ديرا وحكي سوق هذا كلمات إريو مدادة كسهر مدادة كسهر شيدة في المعنى حق معناها يكون سهر شيدة معناها يكون دوينين لما تحته خط كلمة حريق وكوس قرن هي كلمة ديد كده هي كسهور كده كسوقات هذا الكلام نسكه عن صمرنا هذا الكلام نسق هذا الكلام عن صمرنا
واحد واحد قرالك في العصور القديمة حلية دي هراء يو وقتية دي هراء نجد واحد نهرينا الإنسان ضدك بين آدمك إن أهايان أكثر قاربا محافظة حق إلى أنت على البيئة الديجان كي يكونوا لين هذا درت تهيو هذا نظافة تهيو يعني هو إلى أنت ضدك هربوا لي وضدك ما أنت نور يجا وقف عنا وحق مارت حل كسني ماذا يمسؤولية ده سمعت قدافة الله قط هذا نيو سدت اللوج بيو سمعت هذا على إنه ديجان كلو حاله فينا يو ويقف عنا تذكر أقول لحش على بدنا هذا يوم كم هاي ناقرين نجا وهاي ناقرن القديمة تبع حريق الخاص لقي ترى إن كلمة كسور شيء ضدهم بكلية هاي يعني في العصور الحديثة بين غارس وقتيا العصور مركا الحديثة بقى كسور شيء ذكرتها اثنين حديث الدول الكبرى شكل أيك شكيان الدولة هو ويني عن المساواة سنان شاه مركا كور رميان ليس عمليا وحل فلية معها ليس عمليا وحل فلية معها والله قراءة لكن لو مرغمه مركا عمليا بوكوري ما حكى سور شيء ذكر صامري نظريا أركتئهن وفكر أون أركتئه والله قو قراءة حاشيها ولا هذا سناشوا وحى تحسينه قبلنا كذا لو بعاني هاي كذا على ليكتهم بلايلا لكن لو مرقمو كسوقات غرامي بدور سامر نوحيري ووح لقى مراد ومسال لقى مارتي لقى كتاب فرتو أو كل الدوان يوم بيفشدان إيه قدن تودا ككل هالكاسو ملقو هيا ما أنت الله بحط بلا سوقاته ولا ما أنت ندين تيني بقى شيكا سيدي سلوم فليو قليل من الدول دولتها إير أو كوبن أي يطبق كل رقم أو هرجلية مبدأ المساواة حرك أصل الناس شهب بين آدم كل يسميه هاي تولدها إن يربى كل رقم أنت بدل كل رقمان مركها هتوى القرآن لا يكون رقمان ويا أمضى ويا سمنتها أمام الشرع ولا الناس الشرع ولا يسميه لكن يربى كل رقم إيش قليل محاك سورة أرجع حريق الرسول قليل كثير ويا مركها ومعنا هذا كثير من الدول لا يطبقون كل رقم ما يعني بدل دولته مبدأ المساواة كل رقم يعني مركها قليل وحاك سورة كثير أربعة لقاؤنا غدا بري نسيم الضونا إن شاء الله هذا العرض كلن كن هو بري إنكم محن مكوت شيءنا محل هوسك حريق غدا بالله هوسك محاك سفر شيء ده إرجع اليوم بالله لقاؤنا كلن كن اليوم ما أنت ويجي إن شاء الله هذا العرض خمسة لا يفرق الإسلام إسلام هو مخلص صعو بين العامة ومد جود يو غير ضدك كلا جارك مد جود أبو سوين ت تذكر كوايو وضدك مدنان تلا أما جعله أما سب خايستا ee maal kale ee maamus kale ee umada kamida oo tiray yar iyo umada guud islaamku ma kala sooco xeer kasto islaamku dejiya umada u taala salaadana kamida cid laala cid laga dhaafay ma jir zakada kamida cid maalo laga dhaafay ma jir xajka kamida cid maalo laga dhaafay ma jir cid kasto oo ku wajiyo laga dhaafay ma jir waxa kamida xaar qaabeedka u yeela kamida qof kasto oo islaam ama madaxweyne iyo qof yaacni mid ah oo usbay yaani safka walo usmiye nina nina goma bixi karo qowiga mudiyey ma oran karo wa nimba nimbu isag taageya kaasa wada hagaya yaani islaamku dadku way usmiyeen shariicada horteeda oo ma sawad ba ka dhaxay sita al-jawadul abyad faraski cadaaba haza helay oo hantay الجائزة أول مرة تي، ومرك ترتخم يا فردو، كي عذابه هلاي، محامر كه علامات وكله هاسدي، هذا أبكر أنت نان كورك بودين، كاروح على هاسدي العامة، يعني بين العام وغيره، ومد جوديو ذكر جارك، محامر كه مرك كسورش العامة الخاصة ويا، وحكيت أنت مرك الله يفرق الإسلام بين العامة وغيرهم، مرك حلونا الله يفرق الإسلام بين الخاصة وغيرهم، حكى هذه لورجو، ذكر جارك يا مدنان تلي، أما مقعلي، أما ماموس لي، أما مامو الهيستا. iyaga dadka kala waa isku mid sareega hadeenu xagga kala markeen keenina ka cagsigeeda kasoo horjeeda kana waxa qoran aljawadul abyad faraski cadaaba haaza hantiyay oo hantay yaani ninkii wateey faraska weeye aljaydata abalmarti marka tartamayo maxaa kasoo abyad alaswad walaana marka aljawadul aswad faraska madoobay noqonaysa marka sabac yanbagi waxa waraagsan an tacdin inaad garsoor ka sameeyso iyo xal aan bayn aljamee dadka oo dhan وما دورنا من كوسنا هذا، وعند هذا الرهان يدعى مركز حكم هاي سو، مركز قصور شوكته، مركز تبع، ومد عند هذا يعني إني كوسنا هذا ومد، سأني كوسه مرهد عمر بن الخطاب أو بكر مركز كهليا، أيها الإسلام خليك الدنيا، وعند هذا هدي له رأو، ما أنت إسلام كون قلها هرموت كالدنيا ده، الدنيا دون أي لا شتو، إلا الضبط جلو، برواقات أو قبضن، نبي جلو قبضن، ما موسك قونا يسن، هرمك قوس الرئية،
ayadan ahaan lahaa. Maanta isla leeyahay wadarkaysaa maxaa ka ka sinaan la'aanta waa waxa dumiya maamulka oo waxa baabeeya walaalnimada oo waxa abuura isnaceybka ee maanta waxa dadka ka socda arkaysaan cadaalad laan baa asal wa marka halkan maxaa qoran yanbaqi aan tacdila bayna jamac waxa haboona garsoor ka abuurta dadka oo dhan dhaxdiisa maxaa la dhigay maga xariiqa tacdila baa la qoray maxaa ka soo jeeda laa yanbaqi aan tadlimo weeyaan oo dulmiga ka soo jeeda macni inaad qofna qadara ku sameysaa ma saddex wado baa jira waa cadli waa dulmi waa ixsaan waxa weeye waxa ugu sareeya ixsaanka ixsaanku waa samafal qofka sa waxaan xaq boo lahayn oo ziyada cadliguna waa garsoor qofna wixiisaan laga qaado qof wixiisa loo xeerkiisa la mariyo dulmiguna waa gardaro qofka xaqiisa laga qaado kawliita lagu baabaana waa ka dulmiga gardarada marka halkan maxaa ku qoran mataa takunu faariqan goor maad iska faariqto aanad hawl hayn yaa sadiiqii saaxiibkayo faariq markaa maxaa halkaa ku qoran mashquulan baa markaa kasoo jeeda qofku markuu hawl hayo tisca lastu saciidan alyow maanta ma faraxsani aloonaya yacni maanta ma faraxsani inta badan saciidka waxaa kasoo af carabiga shaqi shaqigu waxa weyaan markaa noolxumo iyo maaragtay dhibaato ayaa loo isticmaalaa oo saciidka inta badan shaqiyin baa yaa didu ah qof farxad iyo ku nool nolol wanaagsan oo raaxa leh oo iimaan leh oo caqiide leh iyo qof dhibaato iyo maaragtay rafaad walciyaadu billah ayaanu yahay manka magala isbana shaqaawo cashara haadaa rajul wadiic kani waa nin hoose yacni qof aan markaa magacee maamuus minda lahayn wadiic maxaa ka soo jeeda shariif yaa ka soo jeeda qof sharaf iyo magac leh bulshadiisa kuleh yaa ka soo jeeda tadriib raabic kana waa layliska afraad iqra aljumala jumlooyinkan soo socda akhri ataliyata jumlooyinka soo socda uma suj u samee adugu hadalka calaa min waalihi habkay u samaysan tahay mid baa lagu tusayaa tu kalena in yar baa lagaa tusayaa meelaha la banaynaya wuxuu leeyay saa loo qoray oo kale ta kale u qoray ku daya adugu yo ka feegaar yacni waaxid tunafadu lxuduud xeer ciqaabeedeed oo dhan waa la fuliyaa calaa jamiic ummadda islaamka oo dhan bilaa istitnaa qofna laga soo reebi maayo qof allaalo qof laga soo reebaya diinta islaamka lana hebel ka daaya maba jiraba lamana dhaafi kara xataa masalan kasoo qaad qof baa tuugo lagu qabtay way ku caddaatay amaama almaxkama ay kaga caddaatay laba arrimood baa ku waajibay xoolahu qaaday qofkaa leh xeer ilahay dhigay baa jira gacantii la gooyaa xoolaha qofku ama wuu deyn karaa ama wuu ka qaadan karaa qofkaa leh gacantaa in la gooyo waxaad ilaahay u yaala cid allaale cid ka reebi karaysa madaxweyne ma saamixi karo garsoore ma saamixi karo kii u xadi ma saamixi karo qofna ma saamixi karo waa wax aan dhici karin sideedaa loo fulinaya lama saamaxo xuduudda ilaahay xuquuqna ilaahay baa dadkaa leh midna waa xuduud ilaahay leeyahay ta ilaahay cidima faragelisa gebigeedaba haddii qof sina lagu soo qabto oo ay ku caddaato waa la adkeyna caddaata sinadu tugadin badan bay caddaataa laakiin sinadu caddaanteedu adag tahay haddayse maxkamad ka caddaato sharciga horteed qofkaasi ama dhagax baa lagu dilayaa gebigiisa hadduu reer soo maray xalaala ama boqol jeedal baa lagu dhufanaya haddaan usaba dhalinyar yahay cid alla cid ka sii deyn kartaa hadduu caddaado ma jirto hadduu qirtona wuu ka noqon karaa hadduu isagu qirto wuxu odhan karaa beenmaan sheegi waa laska sii deynaya hadduu laa beenmaan sheegi hadduu isagu isbeeniyo hadday samarkaati afar caddeeyaan oo raga cid allaala cid ka furfuri kartaa ma jirto hadduu qirtana isagoo ka noqdo isagu ayuuma ku badbaadi karaa walaa aan waxba kama jirin waxaan sheegay marka xuduuddan ilaahay lagamana ergiyo lamana dhaafi karo garsoore jabin karaa ma jiro madaxweyne jabin karaa ma jiro cid cafi kartaa ma jirto waayo ilaahay waaba haystabe haddaba waxaa ku qoran alqawaaniin baa halkan qoran waa xeerarka xeer ciqaabeedyada dabeedna intaasoo qulu qoray wuxuu ku leyay intaasoo kale u ekeysto maxaad tidhahdaa tunafadu lqawaaniinu waa la fuliyaa xeerarka iyaalle ee sharciga calaa jamiic ummadda oo dhan bilaa istitnaa cid laga soo reebaya ma jirto loona ciddaas iyadu waa laga deynaya lama odhan karo mamnuuc bilaa istitnaa qof lagama soo reebi karo xeer qudhaho laga boodi karana ma jiro loona kaa inaga dhiga lama odhan karo mid walbana waa la fulinayaa qofna lagama dhaafi karo jamiicu lguraf oo saasoo kale ayaa kuu qoran qolalka oo dhan ayaa kuu qoran yacni haddii laa tuskanu jamiicu lguraf bilaa istitnaa waa la degan yahay dhammaan ama tunadafu jamiicu lguraf waa la nadiifinaya qolalka oo dhan bilaa istitnaa mid laga reebiya halkan waxaa ku qoran itniin dalla yuxaasibu nafsah wuxuu noqday mid naftiisa xisaabinaya waa cumar waa markii uu ninka usha ku dhuftay oo weli waad mashquulisay
حتى أشفق عليه الناس تذكر كلامه الحريستي أو يري وحنو عنانا نفتر ما تكديس وحري ابن خطاب إن خطابه بركو هلا أي نبى كويمت طول مبوا شاكتي أنا بد إيه حجلا قبابو كوري أول بعض كسي رفته أدي جبا طول ما يلا هم كهرتك تو ما هذا أورن دون تا تبين مدة دير بوري وتشوتشواي وتشوتشواي تذكر كلامه الحريستي عنانا تين تلاك نفتر دول عقاب يؤنب هل كانوا عنك وظل يؤنب نفسه حتى أشفق عليه الناس بدل قرطه وقال يحاسب أهد يمكن أن يؤنب نفتي سوء عن أنتوية كريهه الناس تانسا أبوحي يعدلوا الناس تانا أبوحي أنت أنب نفسه نفتي سوء عن أنت عمر هذا التأنيب عن أنت عن أنت إنت لك خشة الله تعالى سوء لها كبغير ونك نحبه مو أمير المؤمنين بوها عمر بركة حبان نك نمو يلين يو كبغي قولي سبوتك لبرا عود بوتكدي ننك بوهرت قصاص تيكا قوسبول ننك باد ديدي دي لها يدمو تبنى ولا ببقلي gurigiisa buutigi tabadna aan aanbu bilaaw naftiisa aanan yuu ka baqanay ilaahay haasabu xisaabiyo iyo xafido waxa xafiday kuwan oo dhana markaas uu buuxa rabaa uu koriyo tarbiye saaba naftiisa isaga naftiisa u socday meelaha banaansaas kale uu buuxa walaa calaamisa wa bilaahay tuqfiq